وللمزيد عن عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات الحكومية ضد المعتقلين بتهم ملفقة وبمحاكمات لا تتوفر فيها معايير العدالة والقانون، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. حياكم الله دكتور أيمن. حياكم الله الكريم. أهلا بك دكتور أيمن. الحكومة في العراق كما تعلم يعني أعدمت 10 معتقلين يوم الاثنين الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب. برأيكم ما سبب كل هذه الإعدامات التي تتكرر بين الفينة والأخرى، وما الهدف منها أيضا؟ في الحقيقة أخي الكريم، هذه حلقة من سلسلة طويلة من حملات الإعدام الجماعية التي يتعرض لها المعتقلون الذين هم في الغالب أبرياء، يعني تم انتزاع الاعترافات بجرائم، منهم الاعترافات بجرائم لم يرتكبوها وليست لهم أي علاقة فيها، وطبعا تحت التعذيب والتعذيب الوحشي والتعذيب السادي، وهذا كله طبعا تم يعني توثيقه بشكل واضح وصريح من قبل جميع المنظمات. يعني قضية السجون في العراق ولا سيما الإعدامات الجماعية لا يختلف عليها أي حقوقي في العالم أجمع أنها كارثة حقوقية تجري في العراق في منذ 2003 وحتى اليوم، بغض النظر عن الأمور الأخرى، لكن للتشخيص ووضع النقاط على الحروف كما يقولون، جميع هؤلاء الضحايا والمغدورين جميعهم من العرب السنة، جميعهم من المحافظات المنكوبة أو المحتلة من قبل المسيطر عليها اليوم من قبل الميليشيات الولائية الموالية لطهران. جميع هؤلاء يعني تم القبض عليهم بإجراءات غير قانونية منذ اللحظة الأولى للاعتقال، لأنها اعتقالات ليست بأوامر قبض. أثناء الاعتقال وأثناء الاستجواب وأثناء التحقيق، هذه كلها حقيقة انتهاكات يعني على أقل تقدير أنها اعتقالات تعسفية، وإنها لا تموت إلى تحقيق العدالة بصلة. والدليل يعني على ذلك هو الكم الهائل من الجرائم التي ترتكب في العراق اليوم على الصعد كافة، سواء كانت جرائم جنائية أو جرائم مالية أو جرائم فساد وما إلى ذلك، لكن بالنتيجة ليست هنالك أي محاسبة، وإفلات مطلق من العقاب بالنسبة لجميع الجهات المشتركة في العملية السياسية، لكن مع الأسف يدفع الثمن هؤلاء البسطاء الذين هم يعني ليس لا حول لهم ولا قوة، لكن البعد الطائفي حاضر بقوة في هذا الموضوع. وبنفس الوقت يعني الظلم المركب الذي تعرض له هؤلاء المغدورون، يعني حقيقة هذه وسمة عار في جبين كل من يشارك في العملية السياسية، ولا سيما من يدعي تمثيل المحافظات المنكوبة والمحافظات المحتلة من قبل الميليشيا. نعم، يعني كل ما تفضلت به دكتور أيمن من اعتقالات تعسفية ولربما استهداف طائفة بعينها بهذه الاعتقالات وبهذه الإعدامات أيضا، إلى ماذا يشير؟ أخي الكريم، الحكومة يعني حكومات الاحتلال المتعاقبة لا تقبل الآخر بأي شكل من الأشكال، يعني هذا حقيقة واقعة. يعني اليوم نحن يعني مواكبة في نظرة سريعة للسنوات الأكثر من 20 سنة الماضية، هذه كلها حقيقة يعني تهميش وإقصاء للآخرين
وعدم قبول الآخر لا من قريب ولا من بعيد. يعني وحتى هذه النسب المجحفة التي تبنتها حكومات الاحتلال المتعاقبة في مسألة الانتخابات بين قوسين، وهي انتخابات يعني شكلية وصورية، ولا لم تفضي في حالة من الأحوال إلى الواقع في العراق، لكن مع ذلك هي يعني نسب طائفية، نسب تحاول تقسيم البلد على أو المحاصصة، هذا النظام الذي هو أس الفساد وأس الإجرام، والذي سلم البلد حقيقة لجهات خارجية بثرواته بمقدراته بمستقبله، وهذا ما يعني ما آل إليه البلد اليوم. يعني في العراق تصول وتجول الميليشيات الولائية الموالية لطهران، هي لها اليد الطولة والرأي الفصل في الموضوع، ويعني لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة. طيب، ولا أنا بحال المبالغة إذا أذكر هذه الحقيقة. طيب دكتور أيمن، في وقت سابق قلتم في هيئة علماء المسلمين إن هناك دوافع طائفية تقف وراء أحكام الإعدام الجائرة، يعني إذا كان الأمر كذلك فهل من سبيل للحد من هذه الأحكام أو لربما فضح ما يجري وإيصال الحقيقة للعالم أجمع؟ أخي الكريم، هذه يعني حملات الإعدامات الجماعية تطال العرب السنة حصرا، هذه أولا. ثانيا، يتم تنفيذ هذه الحملات في الغالب بالتزامن مع مناسبات دينية، وهذا طبعا يعني منافي لمبدأ العدالة بشكل كبير، يعني بشكل واضح بشكل صارخ. لا يمكن أن تحقق العدالة بهذه الأساليب الطائفية المقيتة التي يعني يتم تنفيذها من خلالها. ثلاثة، بالنسبة للحد لهذه، طبعا هنالك جهود كبيرة وجهود متواصلة ومستمرة. تعلم جنابك أنه في الحكومات الاحتلال، هو الاحتلال الأمريكي واحتلال إيراني، والاحتلال الأمريكي يحاول التسويغ لحكوماته عبر هذه السنين الطويلة، و يعني محاولة حماية هذه الحكومات وإنعاشها وإبقائها، هذا كله حقيقة يعني على حساب العرب السنة في العراق، لأنه هم الذين يدفعون الثمن، هم الذين تحملوا العبء الأكبر. يعني منذ أيام الاحتلال الأولى يعني من قام بمقاومة الاحتلال ومناهضة الاحتلال هم العرب السنة، ووصفوا في ذلك الوقت بالإرهابيين، وتم التعامل معهم على هذا الأساس من حكومات احتلال متعاقبة تدعي اليوم مقاومة الاحتلال، وتدعي اليوم الوقوف مع المظلومين، وتدعي اليوم كل هذه الادعاءات الكاذبة، لكن هذا هو الواقع في العراق. يعني هنالك عقوبة مستمرة ممتدة يتم تنفيذها من قبل المحتل عبر حكوماته بحق العرب السنة، لأنهم وقفوا موقفا وطنيا واضحا وصريحا تجاه مسألة احتلال العراق، ولم تكن لهم أي يعني لا ليست هنالك أي مسألة تنافي هذا الموضوع، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا الموضوع، بل تضافرت أو تجمعت أو تكالبت حقيقة عليهم إذن القوى الدولية في هذا الموضوع. إذن دكتور أيمن، هل من سبيل، يعني بالعودة إلى لب السؤال، هل من سبيل للحد من هذه الأحكام؟ أخي الكريم، في ظل حكومات محاصصة، في ظل حكومات طائفية، في ظل دعم دولي لهذه الحكومات، يعني سيظل البلد بحالة تراجع وتراجع سريع
حقيقة ليس على صعيد، يعني هذا طبعا ملف مهم ومهم جدا، لكن على جميع الصعود وجميع الملفات تراجع كبير وملحوظ. يعني العراق اليوم تذيل القوائم السلبية في ظل حكومات الاحتلال وفي ظل حكومات فاسدة وفاشلة وحكومات أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم، وهي يعني الرغبة في القتل والبعد الطائفي المقيت هو الوحيد الذي تستطيع الحكومات أن تنفذ هذه الإعدامات من خلاله، وإلا لا يختلف اثنان على أنه جميع المحاكمات التي جرت ولا سيما في المدة ما بين 2008 إلى 2017 جميع المحاكمات هي محاكمات سريعة، محاكمات تفتقر لأبسط مقومات العدالة، محاكمات لم توفر أي حق من حقوق المتهمين لا في الدفاع عن أنفسهم ولا معرفة حتى الأسباب الاعتقال. يعني هنالك آلاف عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون لا يعلمون لماذا تم اعتقالهم ولا يعلمون ما هو مصيرهم ولا يتم السماح لهم بالتواصل مع ذويهم. فهذا كله حقيقة لماذا هذا التضييق وتضييق الخناق على المعتقلين ويعني ضروب من سوء المعاملة التي يتعرضون إليها بشكل يومي في هذا السياق؟ عفوا دكتور أيمن، يعني في هذا السياق فعلا هناك تقارير تؤكد تحول السجون في العراق إلى أماكن للانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين. أنتم في قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق، كم تقدرون أعداد المعتقلين بدوافع طائفية وكيدية في العراق؟ وهل يمكن بحال من الأحوال متابعة أحوال هؤلاء، لا سيما وأن كثيرا منهم كما تعلم معرضون للإعدام بأية لحظة؟ طبعا يعني شكرا على هذا السؤال المهم. هذا دليل قاطع على أن الحكومات الاحتلال المتعاقبة لا تتعامل بحسن نية مع هذا الملف. لعدم وجود بيانات رسمية بأعداد المعتقلين في سجون حكومية معلنة، اليوم لا توجد بيانات رسمية، كلها مسألة تقديرات. لكن حسب التقديرات الرسمية، نتحدث هنا عن الرسمية، يتراوح العدد من 70,000 إلى 80,000 معتقل، ونحن لدينا تقديرات بشكل محسوب ومتابع وكذا يفوق العدد 160,000 معتقل. فهذا يعني هؤلاء الذين تم اعتقالهم، المشكلة أنه أكثر من 50% منهم هم مغيبون، معزولون عن العالم بشكل كامل، لا يتم التواصل معهم ولا يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم ولا يسمح لهم بمعرفة حتى أسباب اعتقالهم، وإذا بليلة وضحاها يتم تقديمهم إلى المحاكمة ويتم محاكمتهم وفق مادة 4 إرهاب، الرابعة من قانون المكافحة الإرهاب ما يسمونه، وبالنتيجة يتم إقرار حكم الإعدام. وهذا طبعا أحكام جائرة، يعني لا غير مستندة إلى أمور صحيحة وضوابط قانونية وحقوقية حقيقية، وغير يعني وليس الهدف منها الوصول أو تحقيق العدالة، لا الوصول إلى الحقيقة ولا تحقيق العدالة. هذا كله منافي للحالة المزرية حقيقة التي لا يمكن وصفها، التي يعيشها المعتقلون
داخل السجون الحكومية. نعم دكتور أيمن، يعني من خلال متابعتكم لملف المعتقلين في العراق، ما الذي يؤثر في تعجيل أو لربما تبطيء أو حتى إيقاف هذه الإعدامات؟ هل المناكفات السياسية والصراع السياسي بين القوى الميليشياوية أو الحكومية، هل تؤثر في تعجيل إصدار مثل هذه الأحكام؟ يعني لا شك أخي، وهذا طبعا دليل آخر على أن هذا يعني كله ملف تتم المتاجرة به على حساب دماء الأبرياء وأرواح الأبرياء، كلها يعني مناكفات سياسية كما ذكرتم أو معظمها، ويكون النتيجة الكارثية يدفع الثمن هنا هؤلاء المغدورون والمظلومون بشكل طبعا بشع. وهذه الحملات الجماعية هي بحد ذاتها حقيقة يعني مقززة، يعني لا يمكن أن تكون الغرض منها هو يعني إنصاف الضحايا بشكل أو بآخر. بعدين هنالك الكثير الكثير من التقارير الدولية والأممية الحقوقية والقانونية التي تتحدث عن تجاوزات كبيرة في القضاء العراقي وعن غياب العدالة بشكل ممنهج، وعن رغبة الأحزاب المتنفذة في تنفيذ أحكام ليست لها علاقة بالواقع، إنما هي مسألة انتقامية طائفية تعود بالنفع إلى هذا الحزب أو ذاك أو إلى هذه الكتلة أو تلك. وطبعا هذا أرجع يعني أعود وأقول أنه على حساب دماء الأبرياء وأرواح الأبرياء. يعني اليوم إحنا مشكلة الإعدامات حقيقة أنها تسلب حق الحياة، وهذا السلب لا يمكن يعني تغييره، لا يمكن الرجوع بالزمن وإعادة الحياة لمن زهقت يعني روحهم. فهذه طبعا هنا تكمن مشكلة كبيرة. يعني اليوم الحكومة معنية بالتأجيج الطائفي، معنية بنسف مقومات التماسك المجتمعي، معنية بدق أسفين الانقسام المذهبي والعرقي في العراق. هذا كله الحقيقة هو يعني من يفعل ذلك؟ يفعل ذلك حكومات تفتقر إلى الأولويات الوطنية وغير معنية بالأولويات الوطنية، بل هي التمييز أمام القضاء بالنسبة للأفراد في العراق. هذا طبعا يعني يشهد به القاصي والداني، وهذا بحد ذاته هو نسف لمفهوم الدولة القانونية التي هي فضلا عن أن هيمنة الميليشيات وفوضى السلاح والمشاكل المتركبة على ذلك وغبن الحقوق وانتهاك الحقوق ويعني يعني الاستيلاء على ممتلكات الناس، وهذا كله الحقيقة يجري بشكل مقنن في العراق الجديد بين قوسين كما يسمونه. إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.